السادة المشاهدين، جزء من التسجيل ده موجه للأطباء بجانب عامة الناس. هنتكلم على علاقة أمراض الغدد الصماء بالقلب، زي مرض السكر ومرض الغدة الدرقية وأمراض أخرى. كل الأطباء عارفين إن أي مريض بيجي لهم، سواء كان أوبيز أو غير أوبيز، عنده دايابيتس أو غير دايابيتس، عادة بنعمل تشيك على التي اس اتش ثايرويد ستيميليتنج هرمون. لو كان الثايرويد ستيميليتنج هرمون في الحدود الطبيعية اللي هي ما بين 4/10 لـ4، تمام كويس. ما بين 4/10 في هبوط في الغدة الدرقية، بس سب كلينيكال. فوق 10 أو فوق 9 لازم ياخد ثايرويد ستيميليتنج هرمون التروكسين، أو هرمون بديل للثايرويد الهرمون. إذا كان النسبة من 4 إلى 9، في الحالة دي بيتعمل تحليل مضادات للغدة. إذا كان التحليل بوزيتيف ياخد التروكسين، إذا كان التحليل نيجاتيف ممكن أسيبه من غير التروكسين. أما بالنسبة لمرض السكر، فكلنا بنعمل تحليل تي اس اتش. لو التي اس اتش واطي، التي اس اتش في عنده هايبوثايرويديزم، يعني تي اس اتش عالي، هياخد علاج. ومريض السكر لازم نكتب له علاج للكوليسترول، حتى لو الكوليسترول نورمال في الدم. ان شفنا اكتر من مرة الست بتاخد علاج للكوليسترول، وبعدين التحليل طبعا مع العلاج الارقام بقت طبيعية، فحد من الاطباء قال لها كفاية كده، ما تبطلي علاج الكوليسترول. اذا كان عندها السكر والسن فوق 40 سنة، لازم تستمر على علاج الكوليسترول طول العمر. اذا كان السن تحت 40 وعندها السكر، بيعطى علاج للكوليسترول لو كان في موربيديتي، في كوروناري ديزيز، في هايبرتنشن، في علامات تصلب شرايين، ففي الحالة دي بندي علاج للكوليسترول. التشخيص امراض القلب في وجود الغدد الصماء، طبعا متابعة قياس الضغط، الضغط الطبيعي الرقم الفؤاني من 120 لـ140، والتحتاني من 70 إلى 85. لو في زيادة في الضغط بنديها علاج. هبوط في الضغط ليها علاج إذا كان ثبت أنه فعلا هبوط في الضغط ومعاه دوخة، مش مجرد بس 100/70، ما يمكن البنت ضغطها طبيعي 100/70. علاج الضغط معروف لكل الأطباء، ودلوقتي الاتجاه في الطب لو كان الضغط عالي برقم فوق 180/110، بنبتدي على طول بصنفين من العلاج، وربما يحتاج المريض 3 أصناف. حتى التعليمات لو هو أكتر من 160/95، بنبتدي بصنفين من العلاج. وفي أقراص كتير جدا فيها كومباينيشن، فكومباينيشن ثيرابي دي أصبحت ستاندرد في علاج الضغط. اما بالنسبه لعلاج السكر وعلاج الهايبوثايرويديزم، مش هتدخل في علاجه، انا هتكلم بس على ما يخص امراض القلب، واللي هي الوقايه منها ايقاف التدخين، علاج الضغط، تقليل الاكل ولو بنسبه 10% بحيث ان الكرش يتصلح، واقلال تقليل التوتر، والمشي المستمر بانتظام 5 أيام في الاسبوع. كل دي وقايه من امراض القلب. ونتمنى للجميع كل صحة وسعادة، وأشكركم دكتور سمير مرقص رفلة، أستاذ أمراض القلب كلية الطب اسكندرية.